كلنا عارفين ان التكنولوجيا هي من اهم ركائز الصناعه في العالم كله. مصر اتخذت خطوات جاده لمواكبه التطور التكنولوجي اللي العالم كله بيواكبه دلوقتي باعتباره من الدعائم الرئيسيه لنمو الاقتصاد المصري وخفض ايرادات واردات عفوا الاجهزه الالكترونيه. عشان كده تم اطلاق مبادره مصر تصنع الالكترونيات. هي مبادرة طبعا رئاسية تم إطلاقها لوضع صناعة الإلكترونيات كواحدة من الدعائم الرئيسية للنمو في الاقتصاد المصري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من سياق هذا التقرير اللي عمله زميلنا رامي محمد. صباح الخير على حضراتكم، تحياتي لكم من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية. موقع جزء من استراتيجية مصر الرقمية بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية من شباب الخريجين وأيضا الطلاب في عدد من المجالات التكنولوجية الحديثة والكبيرة، لتأتي مبادرة مصر تصنع إلكترونيات كجزء كبير جدا وخطوة مهمة على طريق مواكبة سوق العمل وأيضا التطورات السريعة والحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتخطو مصر خطوات كبيرة في مواجهة التطور التكنولوجي وأيضا تأهيل الشباب من جميع الفئات الخاصة بهذا المجال لتواكب العالم وتقول للعالم كلمة مهمة، أننا لدينا تطور في هذا المجال ونستطيع أن نقدم خطوات كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وغير ذلك من المجالات الحديثة. تابعونا النهاردة، هنتعرف عن قرب على الورش العمل وعلى أيضا الكثير من المحاضرات والمشروعات، سواء مشروعات التخرج أو أيضا المشروعات الجديدة للكثير من الشباب. تابعونا. مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات هي مبادرة رئاسية تم إطلاقها في 2015 تحت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. المبادرة هدفها هي تحفيز صناعة الإلكترونيات المصرية والتطوير والنمذجة، وطبعا رفع الكفاءة بالنسبة للإنتاج المحلي والصادرات الخارجية. طبعا جميع القطاعات تقدر تستفيد من المبادرة، من أول الطلبة لحد الخريجين لحد الباحثين والمطورين والشركات الناشئة والصناعة. المبادرة احنا عارفين سيكتور بي 5 من واحنا في اولى اتصالات كانوا بيقدموا وركشوبس واحنا شفناها وقدمنا فيها وجينا هنا واستفدنا منهم كتير. لما رحنا فرقة رابعة عرفنا ان هم ممكن يبقوا سبونسر لينا، واحنا البروجكت بتاعنا هو هيومانويد روبوت بيحاكي وظيفة للانسان حياتية، فاحنا دورنا على اكتر حاجة نقدر نطبق فيها فانكشنز، فان هو كان كجارد للفاسيلتي معينة، فالجارد لو انا داخل اي فاسيلتي بيبقى فيه ميتال ديتكتور وفيس ديتكشن سبيتش ريكوجنيشن ان هو يقدر يتواصل مع الانسان اللي قدامه، فانا كنت مسؤول عن الفيس ديتكشن والسبيتش ريكوجنيشن. ابتدينا شغل على المشروع في المكان قبل ما يبدا يبقى فيه سيليكشن للجراديويشن بروجكت اللي هم يبقوا سبونسر ليها. واحنا شغالين وقدمنا الحمد لله تمام، المكان قبل ان هو يبقى سبونسر لينا، كملنا شغل وحاليا يعني الحمد لله كل الفانكشن اشتغلت، احنا في مرحله التقفيل دلوقتي. انا استفدت من ورشه السي ان سي، حضرت ورشه سي ان سي روتر، اتعلمت ازاي اعمل تصميم يقدر يتنفذ على مكنه السي ان سي، وازاي اطلع الجي كود واشتغلت على المكنه بشكل فعلي، وطلعنا التصميم بتاع الترابيزه وطلعنا التصميم بتاع الستاند اللابتوب. هي كانت اكسبيرينس حلوه قوي، هي اضافت لي كتير. هو انا الورك شوب بتاعتي بتتكلم عن البي سي بي وده نوع من انواع الهاردوير ديزاين، وكان الانستراكتور بتاعنا كان هيلبفول قوي واخدنا من البدايه عشان احنا كلنا نعتبر في الليفل زيرو، فهو كان ماشي معانا ستيب باي ستيب وعلمنا كل حاجه وعلمنا يعني ازاي الاول نديزاين وبعدين ازاي نفابريكيت وكده. فانا يعني انا كطياره استفدت قوي، معنا دلوقتي في ليفل 3 في هندسه بس برضه يعتبر ما كانش عندي لايك اكسبيرينس، فهو فادلي كتير قوي.